بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع التفاصيل الخاصة لدرجات الحرارة وحالة الطقس. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن الطقس هيكون حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء. وخلونا نتعرف على تفاصيل أكثر عن حالة الطقس النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك استاذه هاله، وصباح الخير على كل المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، طمنينا اخبار الجو ايه النهارده؟ طبعا الحمد لله اليوم هيحصل انخفاض طفيف في درجات الحراره عن امس بحوالي درجتين في معظم محافظات الجمهوريه. العظمى اليوم على القاهره الكبرى هتكون 34 درجه مئويه، دي المعدلات الطبيعيه لمثل هذا الوقت من العام. لكن طبعا في استمرار لارتفاع نسب الرطوبه في الجو اللي هتزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره، ونحس ال 34 دي لو تكون 36 او 37 درجه مئويه. عشان كده طقس فتره النهار هيكون طقس حر رطب على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، وايضا سواحلنا الشماليه، المحافظات المطله على البحر المتوسط. طقس شديد الحراره في المناطق الجنوبيه، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار. خلال فترات الليل مع غياب اشعه الشمس هيحصل طبعا انخفاض في درجات الحراره، نحس بيه اكثر ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر. اجواء فتره الليل ان شاء الله هتكون اجواء معتدله على اغلب انحاء الجمهوريه، لان كمان هيكون في نشاط نسبي للرياح في بعض المحافظات، هيساعد فترات المساء وساعات على تلطيف الاجواء بشكل كبير. مستمر معانا فتره الصباح الباكر وساعات الليل المتاخر تكون لشبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، والشبوره المائيه دي بتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع وقوع اشعه الشمس. يعني تقريبا الساعه 7 صباحا تبدا الشبوره المائيه تتلاشى وتبدا الرؤيه الافقيه بتتحسن على اغلب الطرق. الاجواء دي اجواء مستقره في معظم محافظات الجمهوريه، وده اللي متوقع ان شاء الله يكمل معانا حتى نهايه هذا الاسبوع. وعظمى على القاهره الكبرى ما بين 34 الى 35 درجه مئويه، نسب الرطوبه خلينا نحسها اعلى بحوالي من درجتين لثلاث درجات، لكن الاجواء مستقره في معظم المحافظات. ناخد بالنا فقط من التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره، فبقدر الامكان لو انا مضطر انزل فتره الظهيره وابقى موجود في الشارع لازم يكون معايا قصه شمسيه او كاب اي اشعه المباشر. أكيد. بنشكر حضرتك جدا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24، نفس درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 34 هي العظمى و24 هي الصغرى. الإسكندرية 30-23، أيضا في العلمين الجديدة 30-23، مطروح 29-22، ودمياط أيضا 29-22، بورسعيد 28-21، ولكن في الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 22. في السويس العظمى 34 والصغرى 23، أما في العريش فالعظمى 30 والصغرى 22. كاترين 33-16 وطوبة 34-25. حلايب 34-28 وشلاتين 38-29. في شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 28، وفي الغردقة العظمى 39 والصغرى 26. نروح بقى للفيوم، العظمى 36 والصغرى 24، وبني سويف 36-24، الوادي الجديد 41-25، وأسيوط 37-26، سوهاج 38-25، وقنا 41-26، الأقصر 42-26، وفي أسوان 43 هي العظمى و28 هي الصغرى. خلصنا نشرتنا الجوية المفصلة، ودلوقتي هنرجع مرة تانية لعبد الصمد والمنة ونتابع أخبار النهاردة. عودة ليكم مرة تانية. شكرا لك يا هلا، وشكرا موصول طبعا لدكتورة منار غانم. شكرا.